ريان قد توفي. الله يصبرنا ويصبر المسلمين كاملين هاد الدريل وهذا، والله يصبر يمه وباباه، يمه وباباه الحبايب شوف بعضي تما وخرابين، عمر طلعوا في الطيارة وطلعوا في هذا، الله يرضى عليها غامي خرجي متبخ فرحان لله يا ربي. ربما أنا الوحيدة التي تعرف هنا في هذا البيت في هذا الخطر المحدث، أنا صراحة الأهل للتو عرفوا أن ريان قد توفي. الله يرحمه والله يرضى عليها، الشيء اللي كان كتاب العيش في الدنيا، والله يرجع باباه وماماه على خير وعوض له الشيء اللي كاين كامل. لك صدمه حازم ولك صدمه الان، لك صدمه لان سواء عرفنا بالخبر هناك صدمه حاليا. نعم بين هذا البيت الاطفال الصغار يبكون، النساء عدنا بعد ما كانوا كنا فرحات وينزغرتنا كنا لما يخرجوا من الحفر الحمد لله يجيوا ويطمروا ويطفوا النار ويشوفوا حجروا، وإحنا نطلب الله يردونا ونشوفوا خايطة الصورة دي ولوجه نشوفوا خاصة الصورة دي ونطفوا النار الحمد لله.